السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم عصير الخوخ والجزر. كيجي اقتصادي وبنين وكيعطينا كمية اللي هي وفيرة. هذا العصير اللي فيه علان منعش خصوصا في هذا الوقت ديال الحرارة. خليكم معايا تشوفوا الوصفة من الأول حتى الآخر. وإلا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستفد معنا الجميع ان شاء الله. ودابا نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله بالمكونات. عندي لهنا الخوخ كما كتشوفوا اللي غسلته مزيان بالماء والخل وقطرته. بالنسبة للكمية عندي 2 كيلو ديال الخوخ، عندي هنا 2 كيسان ديال السكر سنيدة، 1 حامضة معصرة، وعندي 1/5 ديال الحبات ديال الجزر اللي مصولين ومنقين على هذا الشكل. هذا غادي نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي ناخد الخوخ ديالي ونحاول نحيدلو داك البودر اللي من الداخل ونقطعو هكذا قطع صغار هذا الشكل. هذا كما كتشوفوا معايا غادي نقطع الخوخ ديالي كامل بنفس الطريقه ونوضعه هكذا في شي اناء، يعني نحاول ان ما تمشي لي شي داك العظم ولا داك البودر اللي من الداخل. صافي كما كتشوفوا معايا من بعد ما قطعت الخوخ ديالي كامل على هذا الشكل هذا، خديت هنا الحكاكه ديال المطيشه هذه الغليظه وغنبدا كنحك الخيزو او الجزر ديالي. احنا كنحكوه باش يطيب لي في نفس الوقت مع الخوخ. كما كتعرفوا الخوخ عيطيب لي دغيا، يعني من احسن اننا نحكو داك الجزر باش يجي في الطياب هو والخوخ قد قد، يعني يطيبوا لي في نفس الوقت. كنحكو على هاد الطريقه هذه كما كتشوفوا. انا غادي نستمر بنفس الشكل حتى نكمل الكميه ديال الجزر اللي عندي. كما كتشوفوا معايا الجزر ديالي هو حكيته كامل، الخوخ هو عندي مقطع. غادي ناخد هنا واحد طنجرة او كوكوط نوضع فيها داك الكمية الخوخ اللي عندي كاملة، وكذلك نضيف عليها الجزر ديالي محكوك. كما كتشوفوا معايا الجزر عندي محكوك رقيق. وغادي نضيف كذلك سكر سنيده كما سبق لي وقلت لكم عندي هنا 2 كؤوس ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر كيبقى دائما على حسب الذوق. غنضيف كذلك واحد العصير ديال الحامضه، وفي الاخير غنضيف الماء. بالنسبه للماء عندي هنا 2.5 لتر، يعني 2.5 لتر ديال الماء اللي غادي نطيبو فيه هاد الخوخ مع خيزو او الجزر. صافي غنخلط المكونات كامله، نسد على الكوكوط ديالي اللي تبدا تصفر واحد 15 دقيقه. صافي ونطفي عليها. الخوخ ديالي مع الجزر ها هو طاب مزيان كما كتشوفوا معايا. كنضغط عليه هكا بالاصابع ديالي كنلقاه طاب مزيان. غادي نعين عليه حتى يبرد واحد شويه وعاد نطحنه في الخلاط الكهربائي. خليت الخوخ ديالي حتى برد ودابا غادي نبدا كنطحنه، يعني ماشي برد تماما، فقط انه يدفى شي شويه باش ما يتهرسليش الكاس ديال الخلاط. صافي وغنبدا نطحن بشويه بشويه. حاول انني نطحنو مزيان. صافي من بعد ما طحنت العصير ديالي خديت الاناء وعملت فيه الشبكه اللي غادي نصفي فيها هذا العصير
باش نحيد منه الشوائب اللي كيبقى والقشور ديال الخوخ باش يجيني واحد العصر اللي هو صافي صافي. وكنصفي على هذا الشكل هذا باي صفاي عندكم متواجد في البيت صافي. كما كتشوفوا معايا كنحيد هاد الشوائب اللي كيبقاو لي في الاخر. كنستمر بنفس الطريقه كنطحن العصير ديالي ومن بعد كنصفي حتى نكمل الكميه اللي عندي. كما كتشوفوا معايا بعد ما طحنت العصير ديالي كيجي على هذا الشكل هذا، يعني كيعطينا واحد العصير اللي هو عاقد. كنخليه حتى كيبرد مزيان ونديرو في دي ساشي اولا هكا في شي قريعات ونديرو في المجمد حتى ما بغيتو كنخرجو. وهذا هو الشكل النهائي للعصير ديالنا من بعد ما برد، كيجي زوين بزاف. للاشاره فقط، الا خرجتوا العصير من المجمد وجاكم يعني عاقد بزاف يمكن لكم تضيفوا له الماء البارد وتحركوا مزيان القدر اللي بغيتوا. وكذلك بالنسبه للسكر يمكن لكم تضيفوا الا جاكم ناقص حلاوه على حسب الذوق. وهكذا كنكونوا كملنا الوصفه ديالنا. نتمنى ان شاء الله العصير ديال اليوم يعجبكم، وإلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكات ومتعليقكم الزوينة اللي كتحفزني وتخليني نستمر في القناة. وإلى كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب أو صابوني أسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الأهل والأحباب في مواقع التواصل الاجتماعي باش يستفد معنا الجميع إن شاء الله. ودابا ما بقى لي الا نودعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، والى الفيديو الجاي ان شاء الله.